تحية وتقدير لرجال العراق الحقيقة الشباب الذين أبوا أن يلعبوا هذه المباراة إلا أن يعاد السلام الوطني بالطريقة السليمة والصحيحة، وهذا إن دل على شيء مدى يدل على غيرة الشباب العراقي على بلادهم وعلى السلام الوطني الذي يمثل دولة العراق. وبالتالي أعيد واستجاب المنظمين لهذه البطولة بأن يعاد السلام الوطني مرة ثانية بعد أن رفض العراقيين السلام الأول لعزفه بصورة غير سليمة أو لم يكن هو السلام المطلوب. إذن هذا هو تفاعل أبناء العراق في ماليزيا في كوالالمبور. كل أمنياتنا أن نشاهد لقاء جميل ما بين المنتخبين، المنتخب العراقي اللي يلعب خارج معقلة وبيلعب هناك في الديار الماليزية أمام أصحاب الأرض، المنتخب الماليزي المجروح في خسارته أمام منتخب إيرلندا. إذن حكم اللقاء يجري عملية القرعة ما بين كباتن الفريقين. كابتن المنتخب الماليزي محمد شاكور، وبالتالي المباراة ما بين الأصفر والأخضر الماليزيين في هذه المواجهة الصعبة عليهم تماما أمام العراق وأمام منتخب شباب العراق. طبعا شباب العراق شارك بكأس أمم آسيا للشباب 12 مرة، بطل الكأس 5 مرات، أعوام 75 77 78 88 2000. إذا هذه الروح التماسك ما بين شباب العراق قبل هذه المباراة، ومن خلالها يستمد القوة والطاقة لبذل مباراة كبيرة حقيقة ومجهود كبير في هذه المواجهة. مباريات البطولة ماليزيا وإيرلندا خسر المنتخب الماليزي 3-1، تاغو خسر من تشيلي 4-1، المنتخب الأسترالي يهزم المنتخب الكرواتي 3-0، بينما لقاء أجل للمنتخب العراقي أمام نسور أفريقيا منتخب نيجيريا بسبب تأخر وفد منتخب النيجيري للحضور إلى كوالالمبور. ركلة البداية ستبدأ في هذا اللقاء، وأمنياتنا لحارس مرمى المنتخب العراقي علي مطشر اللي يلعب في نادي النفط أن يذود عن مرمى بكل بسالة وأن يحقق أيضا مجهود كبير. شوط المباراة الأول إذن إلى أسود الرافدين في أول اللحظات، تعود إلى المنتخب العراقي وكرة ملعوبة الآن في وسط الميدان إنما بتتخلص، تعود إلى المنتخب الماليزي ولكن مقطوعة وحلوة من نديم كريم حسين. الكرة مع نديم كريم، هذا هو نديم يتعرض لإعاقة، يتعرض لإعاقة، يلعب في نادي النفط لاعب وبيشترك مع الكابتن محمد شاكور وبيرتكب خطأ الحقيقة. محمد شاكور يلعب لنادي سلانجور منذ عام 2002 وهو الكابتن الحالي للمنتخب ولناديه في ماليزيا. وهذا حارس المرمى موحد، تعود الان للمنتخب العراقي بيلعبها طويله داخل منطقه ال 18، اضغط اضغط، حاول تضغط على الدفاع على المنتخب الماليزي، ما تعطيه فرصه من البدايه، عطى ضغط مستمر حتى تستطيع ان تسجل الهدف الاول من ثم البحث عن هدف ثاني، لان المنتخب الماليزي هو طبعا المرشح للخروج من هذه المجموعة كأول الخارجين. خرس 3-1 في اللقاء الأول أمام منتخب إيرلندا، وبالتالي اليوم الفوز 1-0 للعراقيين أعتقد ليست بالنتيجة الإيجابية قياسا للمتوقع في هذه المجموعة. هناك منتخب نيجيريا، منتخب على فكرة نيجيريا الفئات العمرية احنا لما نقول قوي ما شفناه فريق شباب، ولكن تعودنا من الفرق النيجيرية في الفئات العمرية أن تكون شرسة كرويا داخل أرضية الملعب. وهذه الكرة عالية بالراس توصل لكن كرة بتتخلص، ولكن إن شاء الله أسود الرافدين يبيضون وجوه الحقيقة العرب في مشاركتهم هذه استعداداً
للبطولة الآسيوية. عموما الكرة توصل مرة ثانية، المنتخب الماليزي تنقل لكن تطلع إلى خارج الملعب. رمية تماس، رمية تماس، دقيقتين قضت من شوط المباراة الأول. هذا لاعب المنتخب الماليزي زماني، كرة مقطوعة وفي إعاقة، في فاول، فاول مصلحة منتخب العراق. لاعب زانيال موحد، وهذا اللاعب العراقي لاعب نادي الكهرباء نبيل صباح اللي تعرض لإعاقة، مواليد عام 90 هذا اللاعب. كرة ملعوبة لكن تطلع إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية للمنتخب العراقي، هي أول الركلات الركنية لشباب العراق في هذه المباراة بعد 3 دقائق من ركلة البداية. وهذا حارس المرمى اللي هو ناسريل يلعبها الآن خارج منطقة، بيشوت إنما بيبعد الدفاع، تعود الآن للمنتخب العراقي من جديد، إنما في فاول مصلحة المنتخب الماليزي. إذا كان في محاولة لعبت بشكل سليم من الركلة الركنية خارج منطقة 18، كان في محاولة للتسديد ولكن عادت هجمة عكسية على المنتخب العراقي، عادت هجمة عكسية للمنتخب العراقي. في حالة الفوز اليوم للمنتخب العراقي وفوزه في مباراة القادمة أمام منتخب إيرلندا الشمالية، التأهل راح يكون من نصيبه سواء أول أو ثاني المجموعة. يلعبها للأمام، هذه كرة مقطوعة، لما فاول، فاول لمنتخب ماليزيا، لاعب مدافع المنتخب العراقي محمد عبد الزهرة عبيد، يلعب في نادي النفط وهو في مرحلة الثالث متوسط. شوف شوف تسديدة والكرة إلى فاول، فاول، فاول المنتخب الماليزي. لقطة خطرة للمنتخب ماليزيا، وحيطة مكونة من 4 من اللاعبين العراقيين وتبعد تقريبا 10 ياردة عن خط الجزاء، وربما تشكل خطورة على حارس مرمى المنتخب العراقي اللي هو علي مطشر. والماليزيين الحقيقة معروفين بالكرات الثابتة، تتنفذ لكن بتصطد، يعني فريقهم الأول يمتاز بالكرات الثابتة أكثر من الكرات المتحركة الحقيقة، وتأتي منها يعني خطورة. عموما نحن نتحدث طبعا قياسا على المنتخب الأول. رمية تماس لمصلحة المنتخب الماليزي، هذا محمد يلعبها مرة ثانية لمصلحة المنتخب الماليزي. كرة في خطورة، مطلوب إنهاء الموقف وإبعاد الكرة بأسرع وقت ممكن، عدم التهاون أمام الدفاع، وما زالت الكرة حائرة في من وسط ملعب المنتخب العراقي. كرة بتعود مرة ثانية، المنتخب الماليزي بدأ الحقيقة ينظم صفوفه وبدأ يشن الهجمات على المنتخب العراقي، تعود مرة ثانية للمنتخب العراقي، هي هجمة عكسية.